أخبار جديدة اليوم نسمعها عن لاعب كرة القدم داني ألفيش المتهم بقضية اغتصاب فتاة في ملهى ليلي في برشلونة، والذي وضع في السجن رهن الاحتجاز من 20 يناير ورفض القاضي الإفراج عنه بكفالة أكثر من مرة إلى حين الحكم المحكمة. وللتذكير، وضع داني في القضية ليس جيدا، خاصة بعد أن غير أقواله 4 مرات وتخلى نادي عنه وفسخ تعاقده معه. أما زوجته فبعد أن أعلنت دعمها له بداية عادت وطلبت الطلاق منه، يبدو بعد تأكدها من تورطه في القضية. الجديد اليوم هو أنباء عن دخول داني ألفيش في إضراب عن الطعام حزنا على طلب زوجته بالطلاق. المعلومات تقول إن اللاعب متوتر وعصبي وحزين ويرفض الطعام منذ زيارة زوجته الأخيرة له في فبراير وإخبارها له وجها لوجه بنيتها إنهاء الزواج. جوانا سانرز هي عارضة أزياء وزوجة داني، وكانت كما قلنا ساندته بداية لكنها عادت سريعا وطلبت الطلاق. ومن أيام نشرت بوست على حسابها على إنستغرام قالت إن الأشهر الماضية كانت مروعة جدا ومن أصعب أيام حياتها، وأن داني ألفيش كان شريكا مثاليا، وأنها لا تصدق أن شخصا أحبته بكل صدق قادر على تحطيمها بهذا الشكل، وأن الأمر سيستغرق سنوات حتى تنسى ما حصل. جوانا قالت إنها إنسانة مستقلة وذكية ومراعية ومخلصة، ولأنها كل ذلك فستبقى بجانب دانيال وإنما بصورة مختلفة، وأنهت حديثها بأنها الآن تختتم مرحلة من حياتها بدأت في مايو 2018 وهو تاريخ زواجها من داني، وأنها امرأة تتحضر للانتقال من مرحلة لأخرى من حياتها.